مربوط في بالك مربوط شوف شوف عرفته اشتغل يعني سرعة تتمعن بوتير دي سي ها سرعة من المطار اي بوتير هسه في بواصل شو بالأوبا ميتر استاذ هسه اين الأوبا البرجات فيهم مربوطات على الفاليار مو على البرك واحد على البرك واحد على الكهرباء مباشرة بس تجي تشوف اي سنة الارميتشر على البارياك اذا في صور صور ناصر صور حتى تبتين العالم تعال هنا تعال هنا بس بلا اوفر متر هذا الارميشر ايوان ايتو ايوان ايتو جيت 10 10 من غير منه واجهت الشركه غير منه اجهت العربي شكل زي بالموتور ده زاد في عندي صح 40 هذا الارميشر زوده ما حتى صوت يتغير غير حتى صوت شوف يرجع 150 فولت هذا 200 فولت شو يعني ما عندي مشكلة ما عندي زادت السرعة وزادت الفولت صح؟ صح يقدر نشوف نخلق بالنسبة للأي سي هاي اوبتيك مالته قطبي الارميتشر يصيرين امتاز شوف هسه هو ايش مطيق مطيق الار شوف هذا يو مو اوتبوت هذا الانبوت ما في الاوتبوت مالته دي سي هذا دي واحد هذا اثنين السي 1 والدي لا 1 سي و 1 سي يعني هذا الارميشر هذا طالع منه ولذلك الطابه تكون شنو؟ طابه تحمل تيار شلون مجموع التفكير مالته هاي الكنترول هذا تشغل لك الكنترول هاي المكانات هنا مال التايكو لما التايكو هنا التايكو هنا تشغيل الانفرتر يعني دائره الكنترول تشغلها عن طريق الار والتي الار والتي ما يصير تقلب كل من مكانه لازم من تقلب يتغير السيكونس يضرب عندك الانفرتر غلط تمشي حسب الكتالوج يعني هنا يو 1 صح؟ صح يو 1 لو يو 2 يو 3
يوثري يعني لازم اليو نفسه اللي جاي اللي هنا تجيب اللي هنا الدبليو صح دبليو 1 نفسه هو هذا الدبليو 1 تجيبه عندك هنا نفس الحالة يمكن هذا سي هذا سي هذا اي سي سي 2 سي 3 وسي 0 سي زي. هذا شنو هذا فيلد هذا يروح له هذا اول ما تشغل الانفرتر تقول له بالبارامتر تقول له مثلا راسا اول ما شغل الانفرتر تجي كهرباء في فيز يطلع لي قبل الفيلد او من تجي تشغل السلكتر راسا يطلع وي انا شغل الفيلد قبل لا تعلي الفوليوم في السلكتر فهذا لازم تطلعون عليه هذا كلش مهم الدي سي درايف ها دي سي درايف دي سي درايف ضروري كلش بالحياة العملية اكو مكانات ما ندخل عنها يعني مو تصفن تروح لنات ها والله دي سي درايف ما اعرف له ماكو شيء انت مهندس ماكو لا لازم انا اول ما اجيت للسوق فضينا بالسوق بال 93 فضينا بالسوق انا كل شيء ما اعرف انا خارج ونظريات بس مال اشتغل دي سي وكذا بس شنو ضحيت بهواي وقت وتعبت الى ان وصلت لهالمستوى هاي الخبرة المفروض ما أنا ما حد ما ماكو واحد علمني ما حد على جنب ما طور دي سي وقال هذا يجي وينك وينك يختزلها نفسه إيه يختزلها نفسه أنا هسه جاي أقدم لك هاي معلومات فري ولازم تأخذها من عندي حتى تبني قاعدة قوية تمشي على أساسها هاي المعلومات الراد لك 30 40 سنة الله تعلمها هسه جايتك على طبق من ذهب فضروري تنتبهون لكل كلام أقوله لأنه يفيدكم بالمستقبل. مال تتردد من شغلة دير بالك تتردد من شغلة. دير بالك تتردد من شغلة. إذا أنت مهندس فعلًا وتقول أنا مهندس. أما تجي الحلول حلول تسوي حلول الكل مشكلة تواجهك. أو الذب روحك لازم تسوي هاي الماكينة أحسن من اللي سواها. فديهم خابرون جماعة النعمان شركة النعمان معروفة. أكو شركة. شركة عبد الله جابت لهم ماكينة مال رول زراعي، رول زراعي اللي يغطون به الزرع. بيها مشكلة، شدوا المطار يطلعون، شدوا المنام، خابرني الله يذكره بالخير أبو حيدر، قال لي شو تشوف؟ جايب لهم شو؟ شايف المطار ما يكون ما يجي، الانفرتر نخليه ما يجي. قلت له دني أسوي هنا. أجانا المدير منو؟ حسين ديسي. أنا مهام اليوم صاحبي قال لي أنت تطلع من شرح لك سوى عقدة وأنا سوى يومين كملت المكينة والله العظيم جابوا 200 واحد ما حد دبره ما حد دبره لو اللي تردد هذا ما يدبره يتردد لو يمدي ده يظل بدون علم بدون نظريات ذكر ويطلع معي وقال لي تطلع من شرح فعلا ثلاثة يوم أنا سويت مكينة أكو بشركة المنصور ما حد بدا يطلع عليها كانت في وقتها طلع لنا مي مقطع ما سيارات كانت تشتغل ذاك الوقت شركة في مصر المحيط تشتغل بطل بلاستيك ويخلون بيه مي حتى يبيعون بسوق هاي الماكينة كانت واقفة جيت درستها دراسة تامة وسويتها بأحسن مما كانت رغم انه ماكو لا بي ال سي شارب ولا شاشات تاتش ولا اي سي درايف بس محرك التيار المستمر الرئيسي وسيطرت عليه وشغلت الماكينه احسن ما كانت وهي مصنوعه تقريبا من 60 فانت تكون مهندس لا تتردد من اي شغله موضوع يخصك موضوع كهرباء بس مواضيع ما تخصك لا تدخل الموضوع اللي اذا تريد تنجح حياتك يعني المواضيع اللي تعرف لها ومن ضمن اختصاصك لا تخاف ولا تتردد لا تتردد بس المواضيع اللي ما تخاف مثلا طبيت بموضوع اسمه تدريب لا تطب مو شغل هذا مو شغل تخصص بالكهرباء موجوده بالتدريب ذاك اليوم ماكينه جايبيها من امريكا النظام مالها تشغلنا احنا نظام 110 جايبيها 60 هرتز 110 فولت السنجل مالتها 220 فولت السنجل مالتها هذا عند أخي هي ما ثلج بلوري طلع ثلج بلوري الرجال سواها وسواها المواقف فجيت أنا قلت ليش ميتوا معنا أوكي أوكي ما في مشكلة عشان سوي شلعني شو اللي قاله ثاني هم جيت البول جبت ثلاث محاولات أربع محاولات ثلاث محاولات
ماكو شيء يعطيك اذا انت مهندس، ماكو شيء يعطيك، مستحيل شيء يعطيك. فاهم قولي؟ جبت ثلاث محاولات Yeah.